اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده فقره تدريبيه تعليميه لكل الامهات الصغيرين اللي لسه مبتدئين مطبخ، مع ان انتوا شطار واشطر مني، ولكن في هوات مطبخ، في بتحب تخش المطبخ تعملي حاجه جديده، طلعنا بره اكلنا حاجه حلوه عايزين نعملها في البيت وهكذا. النهارده في نوع بطاطس مشهور جدا في بعض المطاعم، البطاطس المقليه مع الشيدر صوص والهاليبو صوص. تعالوا شوفوا هنعملها مع بعض ازاي. الشيدر واخدين فكره عنه ان هو اللون الاصفر، تقدري تتحكمي في اللون. هنشوف الكلام ده مع بعض ونعمل بطاطس مقليه على طريقتي، لان في مشكله لغايه دلوقتي بتواجهنا ان البطاطس تتحمر من بره او تسود وتبقى جوه لسه نيه، وما بتعجبش الاولاد بنشتريها من بره، مع ان بتاعت بره دي بطاطس مجمده باسماء مختلفه، فخليكي تعمليها طازه. حلو الكلام. معانا كمان جوانح الدجاج. جوانح الفراخ دي انا شخصيا بحبها من زمان، هنعملها النهارده مع بعض مع صوص الليمون. هي مشهوره ببعض المطابخ الامريكيه والمطابخ الغربيه مع الباربيكيو صوص، وبعض المطاعم بتقدمها مع الباربيكيو صوص، انما نعملها بالليمون صوص. هو ده الجديد النهارده، وفي اسرار كتيره لصوص الليمون لمطابخ كتيره. نشوف الشيف المغازي هيقدمه النهارده ازاي بطريقه بسيطه وسهله. معانا لحمه مفرومه، نعملها ايه؟ نعملها برجر. البرجر مدارس مختلفه وشركات كتيرة بتتنافس على إنتاجه وتصنيعه. الشيف المغازي النهاردة يحط نقط على الحروف ويعمله بطريقة سهلة. تقدر تقدميه مع بيض، مع شرايح جبنة، تبقى لطيفة وجميلة. تقدر تقدميه مع المشروم، أنا هقدمه النهاردة مع المشروم، وصوص المشروم اللي واخد اللون الكهرمانة بيبقى لطيف وحلو على البرجر. حلقتي فيها تفاصيل كتيرة ومعلومة غير معلومة، وفقرة تدريبية يعني فيها شوية شرح نظري وشرح عملي، فعشان كده النهاردة نتابع الحلقة بكل حرص عشان مبتدئين مطبخ، هوات مطبخ. حلقة لطيفة جميلة مع بداية أسبوع سعادة وهنا يا رب على كل اللي بيشوفونا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا نستعرض مع بعض مشترياتنا، وده مهم جدا على فكره، لان احنا لغايه دلوقتي بنواجه مشكله. هنعمل غدا، رساله على الواتساب كده، هات يا حبيبي، هات وهات 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 وهات، وفي الاخر حاجه تطلع معانا مظبوطه وحاجه ما تطلعش معانا. المهم نصرف كتير. انا عايزك اول حاجه مع بدايه الاسبوع كده تفتحي بيبان الثلاجه، فريزر، ثلاجه، شوف الادراج، شوف ايه اللي فيها، ادراج المطبخ، تبداي تعملي كنترول وجرد. مش الجرد جرد مخازن وبس، لا، جرد مطبخ كمان، وتشوف ايه الحاجات اللي عندك وتكتبيها على باب التلاجة، وتعملي بقى الفزورة بتاعت زمان كده، تاخدي خمس كلمات وتحطهم في جملة مفيدة، تبدأي تحط الحاجات اللي جوه التلاجة دي جوه أكلة، جوه مسمى الأكلة. حلو الكلام. دي نصيحة مني لحضراتكم. حلو. معنا جوانح فراخ، ومعنا مشروم، ومعنا جبنة شرايح زي الفل أو جبنة مبشورة، الهاليبو موجود في السوق مختلف، في منه الاخضر وفي منه الاحمر، لحمه مفرومه، الصويا البودر في منها طبعا اللي هي ناشفه زي ما هي كده، وفي منها اللي احنا نقعينها في ميه، ومعانا شويه خضره لطاف وبطاطس متقشره. هبدا الحلقه بتاعتي طبعا دلوقتي ببطاطس مقليه مع صوص الجبنه الشيدر والهاليبو. هنشوف نعملها مع بعض، او الهالبينو، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. بطاطس، هالبينو معانا سبايسي شويه، ومعانا جبنه، ومعانا مكعبين من الزبده ونص كوب من الحليب، هي دي المقادير. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. تاني المقادير: بطاطس، جبنه، ممكن تكون جبنه شيدر شرايح او جبنه مبشوره، والهالبينو اللي هو الفلفل الحار، في منه الاخضر وفي منه الاحمر، ومعانا ربع كوب من الحليب ومكعب زبده، هي دي المقادير، وشويه ملح وشويه فلفل حسب الرغبه، وده اختياري. طالما هنحط جبنه يبقى مفيش داعي للملح خالص. هنمسك البطاطس نقطعها، ودي اللي انا عايز اشرحها لحضراتكم شويه. دايما وانت بتشتري البطاطس مهم جدا وانت بتشتريها من عند الراجل بتاع الخضار تكوني حريصه تختاري البطاطسيه الحلوه اللي ما فيهاش الوان مختلفه كتير. خلي بالك تكون البطاطسيه لون واحد، دي مهمه جدا. ما تاخديش البطاطسيه الطريه، خد البطاطسيه الناشفه، وما تاخديش البطاطسيه المزرعه، هتروحي برضه مش هتلاقيها كويسه، اللي بيبقى طالع فيها حاجه خضراء. الحاجات دي لازم تشوفيها وانت بتشتري البطاطس، دي مهمه جدا، يعني ما تدفعيش فلوس في حاجه الا ما تنقيها كويس. جبنا البطاطس قشرناها، وبعد ما تقشريها تحطها في ميه وتغسليها مره واتنين، لان مكان الرمله والطينه اللي بتقشري فيها البطاطس ممكن وارد ان هي تيجي في الميه،
ودي مشكلة. البطاطساية هتشرب من الطينة والرملة اللي انت ما غسلتهاش كويس، فلازم تغسليها مرة واتنين وتلاتة وتنقعها في مية زي ما انا كده، وما تحطيش ملح. الملح بينزل لك بينزل لك النشويات بتاعة البطاطس اللي موجودة فيها، فبتخليهاش لطيفة وبتخليهاش تسود معاك بسرعة. البطاطس معانا ونقطعها مع بعض. اهو شايفين البطاطس؟ اهو حاضر عيني. اهو قطعنا البطاطس بالشكل ده كده اهو. دايما لما نيجي نقطع البطاطس نحط في الاعتبار دي هتنزل في الزيت، فلازم تكون متقطعة كلها شكل واحد، عشان ما ينفعش وانا بحمر البطاطس الاقي واحدة متقرمشة جامد ومحروقة وواحدة ما استوتش. فلما بتكون التقطيعة واحدة البطاطس كلها تستوي بشكل واحد. اهو انا مقطع شوية طبعا، وهقطع التانية كمان مع حضراتكم. اذا البطاطسية طويلة بنقطعها نصين، اذا صغيرة بنخليها زي ما هي. نقطعها بالسكينة كده اهو نصين، ونيجي هنا كده اهو 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 اهو، ونبدا نقطعها بالطول بالشكل ده كده اهو اهو. تطلع معاكي صوابع زي الفل اهو. يا شيف مغازي الله يسامحك، احنا 2022 لسه بتعلمنا نحمر بطاطس؟ اه لغايه دلوقتي بنسال على السوشيال ميديا البطاطس بتسود مني قبل ما بتستوي. اللي طلعت معايا دي فيها مشكله، فيها حته كده اهيت، هتلاقوا كاميرا جايباها دي هشيلها، خلي بالك وارد اهي دي بلاشها. حلو. اسرار عمل الكيكه بالبرتقان، تاخد الزيوت الطياره اللي موجوده في البرتقانه تخليها تشارك في عمل الكيكه، تبشر برتقانه، تاخد معلقه بشر البرتقان وتخليها على جنب. بس خلوني اقول حاجه الاول، لما تيجي تحمري البطاطس الزيت ما يكونش شديد، يكون نص ونص، تحمريها شويه يعني تاخد الوش الاول وبعدين ترفعيها من الزيت تسيبيها لغايه لما تبرد وترجعيها للزيت تاني. الطريقه دي مهمه جدا في تحمير البطاطس. اهو الزيت هنا مش شديد عشان لو درجه حرارته عاليه جدا هيفور منك على البوتاجاز وبيبوظ لك البوتاجاز، والبطاطس هتحمر من بره ومش هتستوي من جوه. اهو الزيت يكون نص، يعني درجه حرارته نص ونص، يعني ما يكونش شديد قوي، مش بتحمري سمك. اه ونهزها كده هزه عشان ما تلزقش بعضيها، ونسيبها نتل عليها شويه. اه بس خلاص. البطاطس وهي في الزيت في المرحله الاولى ما تقلبهاش كتير. ليه يا مغازي؟ لان هي بتستوي فهتطرى، فتقليبك لها كتير هيكسرها. انا بشرح شرح نظر النهارده لان يوم السبت النهارده مع بدايه اسبوع سعاده، وانا احنا متفقين ان البرنامج بتاعنا 7 ايام في الاسبوع كل يوم بشكل وكل يوم موضوع. النهارده تدريبي تعليمي اللي هو المطبخ، لو قلبتها كتير هتتكسر منك، زي كده بتكون بتستوي مكرونه وتقعد تقلبها فيها كتير هتتقطع منك. اهو نروق الدنيا كده ونروح مع بعض نشوف ازاي هنعمل الجبنه الشيدر صوص نقدمها مع البطاطس. بنجيب حله على النار، حلو الكلام، ونروق كده الاول مكان ما احنا شغالين. اهو واحده واحده. حاضر. سؤال تاني معلش اللي كان بيسال سؤال من شويه، فكروني السؤال كان ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض. طيب كيكه البرتقال دي مهمه جدا، هنعمل الاول الشيدر مع بعض كده. جبنا بشره البرتقال، جبنا المقادير 3 بيضات، 2 كوب من الدقيق، 1 كوب حليب، 1 كوب سكر. بنخلط البيض مع السكر مع الحليب، ونحط شويه فانيليا مع بشره البرتقال وشويه عصير برتقال. دي مواد سائله لوحديها. ناخد ال3 كوبايات من الدقيق او 2 كوباية من الدقيق كبار، بنخلط عليهم معلقه بيكنج باودر صغيره ونقلبهم مع بعض، وننزلهم على الخليط السائل ده ونقلبهم. نجيب قالب، دقيقتين زبده، شويه دقيق، نحط الخلطه دي كلها وندخلها الفرن. السر هنا بشره البرتقال والزيوت الطياره بتاعه البرتقانه هي اللي بتحول لنا الكيكه لبرتقال. هنعمل دلوقتي الصوص بتاعنا اللي هو صوص الجبنه او الشيدر صوص مع الصوص مع الفلفل الحار او الهالبينو صوص، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. اول حاجه بحط شويه حليب، مع مكعب زبده، شويه حليب مع مكعب زبده بس خلاص. حلو قوي، تمام عينيا. حلو. الحليب هو بيغلي على النار كده بنحط له الزبده. خلي بالك علشان الجبنه هنا انواع، في جبنه مطبوخه بتتجاب وفي جبنه شرايح معانا زي الفل. أول حاجة بنحط الجبنة الشرايح دي كده أهي، سهلة خالص الكيس. دي جبنة اللي بتتحط على البرجر، دي جبنة شيدر هتلاقيها مكتوبة على الكيس شيدر. أهو حلو الكلام. بنحط عليها زبدة،
عايزه بقى تحطي طعم فيها، طعم روزماري ماشي، جودي بقى، خليكي احسن من الشيف. يعني ايه يا شيف؟ يعني عندك عود روزماري بتقطعيه نعم وتحطيه في قلبيها، شويه زعتر حلوين، ده مكعب زبده اهو زي الفل، وتسيبيه على النار هاديه، الجبنه هتسيح والزبده هتسيح. هتحط ملح؟ لا. تحط دشه تمسك القوام؟ لا خالص، ما تحطيش اي حاجه خالص، نار هاديه بس كده، وتسيبيها ايه تسيح شويه. لقيتها تقيله حط شويه حليب، نهدي النار عليها زي الفل. بدات تسيح معايا، طبيعي لازم تسيح، شفت اللون الاصفر؟ نار هاديه، هتلاقيها ساحت لوحديها. اوعى تحطي نشا، اوعى تحطي دقيق. والافضل انك تعمليها في البيت، ما تجيبيش الحاجات البودر اللي موجوده، الافضل تعمليها في البيت. سهل خالص، للبنات الحلوين اللي بيحبوا ياكلوا الصوصات الحلوه دي كده اهو، ودي موجوده اهو شفت، بنروح نشتريها من بره زي الفل تمام، بنلاقيها مبلغ وقدره، وفي الاخر مش عارفين يا رب نضيفه مش نضيفه، اللي عاملها ده غسل ايده مش غسل ايده. انا ما بجودش في حاجه، بس انا بحب دايما الام تعمل الحاجه في البيت. ابنك بيحب اكل حاجه من بره عجبته، نخش على المطبخ نعملها. صوص الجبنه طلع معايا والله كيس جبنه بثلاثه تعريفه، فيه 10 شرايح مكتوب عليه جبنه شيدر صوص الجبنه معايا هيطلع معايا تقيل شويه، احط له شويه حليب والبطاطس اخبارها ايه؟ نبص عليها كده قبل الفاصل بتاعنا، بص عليه شوف خلاص هرفعها من الزيت واسيبها تهدى خالص، وهدي الزيت بتاعي هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف اللحظه الاخيره لقوام صوص الجبنه الشيدر او الشيدر صوص بتاعنا مع بطاطس مقليه اطفالنا بيحبوها، وانا شخصيا بحبها خاصه لو كانت سبايسي مع الهالبينو اللي بنحطه على الوش. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعت لحضراتكم، محلك سرك يا ابو الشيف. بيسالوني في الاستوديو عجبنا قوي الصوص ده، انا بدفع في طابه قد كده 40 جنيه و50 جنيه. انا شخصيا الاولاد بيحبوها بنجيبها اهو، تعالوا مع بعض. عملنا صوص الجبنه باكو جبنه موجود في اي سوبر ماركت باسماء مختلفه، اللي هي الجبنه بتاعت البرجر دي اللي كانت معانا، بتشيل البلاستيكيه من عليها، وتاكدي انك رافعه البلاستيكيه عشان ما تلاقيش البلاستيكيه ساحت في قلب الحليب مستعجله بقى، وتيجي فكيتي واحده وسبت نص البلاستيكيه، والجو اللي احنا عارفينه ده ده صوص الجبنه معايا اهو زي الفل، بشيله من النار. حاضر عينيا. والبطاطس هي اخبارها ايه؟ فله، نزلتها في الزيت طبعا علشان الزيت كان بيرد معاها. قوام الجبنه اهو زي الفل اهو بالشكل ده كده اهو. انا بقى هضيف حاجه كده بتاعتي للامانه، يعني انا معايا، خليكي دايما الشيف المغازي عملها بطريقته، انت ضيفي دايما. معايا عود روزماري اهوت، ومعايا نعناع اخضر. شوف التركايه دي، باخد ورقه الروزماري دي كده اجود بقى الطعم، واخد ورقتين نعناع حلوين كده. بس بعد ما تعملي حاجه حلوه ايه هي؟ قدميها لاولادك بنفس الطعم اللي هم بيشوفوها بره وبنفس الشكل ده، مهم جدا، لان الولد او الطفل متعود على الشكل بعدين بيستطعم. حلو. وخلي طبق جانبي كده بالشكل اللي انا بعمله دلوقتي، اكل منها تمام، قول له طب دوق ايه رايك في ديت؟ والله استطعمها اوكي، ما استطعمهاش خلاص انت تاكليها بألف هنا وشفه. البطاطس جاهزه اهي، ايه الجمال والحلاوه دي اهو، خلاص رفعتها من الزيت شكرا، وهدي الزيت بتاعي. طبيعي لما بتيجي تحمري بطاطس تكون عندك ورق زبده او ورق بتاع المطبخ الشفاف ده كده اهو، وتطلعها اول مره هنا كده خلاص، بطاطس جاهزه وزي الفل، واحسن من اللي بنشتريها من بره مليون مره. حلوه دي، احسن من اللي بنشتريها من بره مليون مره اهي. ونغرفها ونقدمها في الطبق الحلو ده كده عشان الصوره الحلوه نتفرج عليها زي الفل. طبق التقديم الله، سامعين الصوت الخروشه دي؟ دي الخروشه بتاعت القرمشه بتاعت البطاطس. انا بحب البطاطس المقليه في البيت انزل بقى عليها بالصوصات اللي احنا حبيناها،
تقدري تطلعي من الصوص بتاعنا ده كده كذا نوع من الصوص، سبايسي عادي طعم الجبنه، تحط له شويه فلفله حلوه بابريكا يبقى خد اللون الاحمر زي ما انت حابه. اه زي نعمين حاضر. اه لا بنت ابن حلال. اه زي الفل تمام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ ناخد صوص الجبنه ده كده اهو. يلا 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 فرسان التلفزيون المصري اهو. لحظه سكوت الجبنه ونزول الجبنه على البطاطس، قلب الصغير لا يتحمل. اه تسيبها بقى تنزل كده. فيكي تعملي كده، ده روزماري مع نعناع حسب الرغبه، بس انا بحب كده. اه اه يكسر طعم الجبنه شويه. اه بس خلاص. اه الف هنا وشيفه للي ياكل. طبق بطاطس اهوت، يعني لو قدمناه في مطعم بالشكل ده كده ما اقولكيش هتدفعي فيه كام. حلو الكلام. ايه اللي بعد كده؟ شفت اي الجمال والحلاوه دي؟ هو ده رؤيا فن ابداع تدريبي لهواه المطبخ، كل يوم بتشوفه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.